الربويات، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ففي المطعومات، والذهب بالذهب والفضة بالفضة في النقود. التعليل لما؟ هل هو بسبب الاقتيات والادخار، وبسبب الطعميه، او بسبب النقديه، او بسبب الثمنيه؟ وسع دائره الحكم الشرعي. نعم. بينما قوله عليه الصلاه والسلام نهيه عن بيع ما لم يقبض، لما طرح الائمه الاربعه لما، ضيقوا دائره هذا المعنى العام. فقال أبو حنيفة نهى عنه لأنه يتغير، وأجاز بيع العقار قبل قبضه. وقال مالك هذا خاص بالطعام. وقال الشافعي وأحمد هذا بسبب ضعف البيع لأنه لم يقبض، فلم يتم بهذا الشكل، وأجاز أن تبيع المرأة مهرها إذا دخل بها وأرشد جناية، لأنه تقرر تقررا قويا في الذمة. فالسؤال بلما في الفقه هو سؤال مهم جدا، لأنه يدخل بنا مرحلة التعليل. والتعليل ليس تفسيرا للنصوص كما يقول أبو حامد الغزالي، عليك أن تعرف تفسير النص أولا وحكمه، ثم تبحث عن العلة ثانيا كما يقول أبو حامد في شفاء الغريب. فهذه الأسئلة هي التي تحكم مقاصد الشريعة، وبالتالي فإنها تضيق بالنطاق تطبيق النص أو توسع به. لكن هذه المقاصد تقوم على المصالح والمفاسد، وتقوم على تغيرات الإنسان في المكان والزمان وفي الحال والمآل. فإذا أردت أن تطبق حكما، هل إذا سألك شخص الصلاة واجبة لا بد أن تسأل على أي شخص؟ هناك من لا تجب عليه صلاته وفي أي مكان. وإذا سألك عن الصوم هل هو واجب؟ فلا بد أن تسأل. هذا ما سماه الشاطبي بتحقيق المناط في الأشخاص والأحوال. لكن ما لا يتغير بالزمان والمكان هو مقاصد العقائد. نعم. العقائد لا تتأثر بزمان ولا بمكان ولا بأحوال الإنسان، لأنها علوم، أي أن على الإنسان أن يعلمها، لأن سلامة المعتقد تهيمن على السلوك. وبالتالي فإن هذه المقاصد تفترق عن تلك بأن لا يطرح فيها سؤال لما، بل يطرح فيها ماذا، وما هذه، ماذا هذه تشتمل على جانبين. أولا النص، السؤال عن النص. ثانيا عما أراد. لا نطرح لما، نقول ماذا أراد. هنا التفسير الذي قال غزالي أنه ليس تعليلا، نعم، هو التفسير. فعند التفسير بدأ اختلاف العلماء فيما سميناه بالثلاثي، الوضع والاستعمال والحمل. الوضع الألفاظ لأي شيء وضعت، من هو الواضع؟ هو الله سبحانه وتعالى على مذهب الأشاعرة. الاستعمال هو هذا اللفظ استعمل في أي معنى، لأنه قد يستعمل في معناه الأصلي وهو الحقيقة الوضعية، أو في معناه العرفي، أو في معناه الشرعي، أو في مجازه يستعمله في حقيقته
أو في المجازي. فهذا الاستعمال. لكن الحمل، من هو المستعمل؟ هو المتكلم. الحمل هو المرحلة الثالثة، وهي التي تبدأ أو تبدأ وتنتهي بها معركة الخلاف في العقائد. نعم. لأن الحمل هو من فعل المتلقي والسامع، أي من فعل مجتهد العقيدة أبي الحسن أو الماتريدي أو غيره، هو الذي يحمل اللفظ. نعم. أنا أرى يقول إن الشارع إن هذا اللفظ استعمل في معنى كذا، اللفظ يحتمل ولا ندري، الواضع لا ندري في أي شيء وضعه. فمسألة الحمل هذه تحمل في طياتها وفي ثناياها كثيرا من المعاني، أدت إلى اختلاف المختلفين وإلى النزاع بين المتنازعين. نعم. معلش شيخ، أنا أعلم أنها مسألة ربما تكون متخصصة بقدر كبير، ولكني أعيد وأركز عليها بما أنه معاليك أخذتنا إلى هذه النقطة وهذه التفرقة بين مقاصد الشريعة ومقاصد العقيدة. ربما الأمر يعني نلخصه في كلمتين بسيطتين ومعاليك أوجزتهما، أنه ربما الإجابة في مقاصد الشريعة عادة تكون لما. نعم تمام. عن سؤال لما، عن سؤال لما. أما في مقاصد العقيدة فهي ماذا ماذا. نعم. ولكن لكي تبسط الأمور أكثر وأكثر، وأعتقد أنها بحاجة إلى جهد من فضيلتك للبسطاء أو غير المتخصصين، لعل من المفيد أن نضرب مثالا في مقاصد العقيدة ومثالا آخر بسيط في مقاصد الشريعة. بالتأكيد في مقاصد الشريعة كما ذكرت لك، السؤال بلما يوسع أو يضيق. نعم. إذا الجواب عليها جواب المجتهد في حالة الحمل الذي هو الذي يعلل، هو ما يسمونه المجتهد، يسمونه المتصرف. نعم. لأنه يتصرف في النصوص، ويسمونه الحامل، الحامل المطلق والمقيد. فكثير من النصوص بسبب اجتهاد المجتهد، لما النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان لا يصلي العصر الا في بني قريظة، طبعا اختلفوا في الحمل هذا لفظ. نعم. ما هي العله؟ فلما بعضهم علل بالسرعه، بانه يريد ان يستحثنا فصلى العصر في المدينه، فما لِيمَ على ذلك؟ لان السؤال بلم ادى إلى جواب. الجواب المجتهد أو المكلف هو الذي يعطيه لنفسه. نعم. الشارع ليس معه حتى يقول أنا أردت كذا. فهذا مهم جدا. نعم. أن تعرفه، يعرفه الإنسان. بالنسبة للعقائد فهناك قائمة طويلة من مسائل الخلاف تتمثل في الألفاظ وفي ظواهر لا أقول تعارض أو تناهض، ولكنها تقابل ظواهر أخرى. فالله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان. نعم. ويقول يد الله فوق أيديهم. نعم. ويقول خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نعم. ويقول الصنع على عينية، وليقول وتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نعم. ما هي المعاني؟ كيف نحمل؟ أين هو الحمل؟ نحملها على ماذا؟ فهنا يختلف المختلفون. من يقول نقول هي يد، لكن لحسن الحظ يقول لا كالأيدي، وهذا مذهب الأثري أو بعض الأثريين. ليس كمثله شيء. أه؟ ليس كمثله شيء. لا، الكريمة تقول لا لا لا. ليس كمثله ليحترز شيء. ليحترز من ذلك يقول لا كالأيدي. هناك من يقول ليس كمثله شيء، تنفي كل مماثلته. نعم. وبالتالي نحمله على معنى اللغوي ورد في القرآن، وهو أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وهذا في حق الإنسان
ومع ذلك فسرت بأنها أولو القوة في الحق. يعني معذرة فضيلة الإمام، يعني هناك من يرى أنها يد وليست ككل الأيدي. نعم، وليست كالأيدي، ولكن هذه الأيد يعني إذا سلمنا جدلا أنها يد، نعم، ألا تحتاج من مركب؟ لابد من يعني ركبت على ماذا هذه اليد؟ هو هذا يقودنا إلى منحى آخر أعتقد. نعم، هو يعني التخوف، السلف ما تكلم، يجب أن يكون ذلك واضحا. السلف